الفترة الأخيرة دي يمكن شفنا يعني بعض الانتقادات بتتوجه للسويسري مارسيل كولر، يمكن بعد التعادل مع فيوتشر وبعد كده الفوز بصعوبة على فاركو ابتدى الناس يوجهوا بعض الانتقادات لمارسيل كولر. هل شايف ان يعني فعلا يستحق ان هو يكون فيه انتقادات في الوقت الحالي، ولا مش المفروض ان يعني مباراة او مباراتين هما اللي يخلوا الجمهور يبتدي ان هو يقلب او يوجه انتقادات على مارسيل كولر؟ يعني انت في الاخر قلت جمله وكده، او ان مش معانا مباراه او مباراتين. يعني الراجل ده اول ما بدا الموسم بدا بالحصول على كاس السوبر صحيح. من قصاد النادي الزمالك، يعني معنى كده ان هو قدم نفسه للجمهور، والى الان احنا متصدرين الدوري او هو متصدر الدوري. فايه اللي المشكله يعني ان ممكن يحصل اخفاق في مباراه او مباراتين بالنسبه للنادي يعني. لكن انا ما اقدرش احمله المسؤوليه كامله في الموضوع دوت، لان في لعيبه في الملعب. يعني صحيح. لو جينا لمباراة فيوتشر ضربة الجزاء، يعني دي لو كانت دخل كانت الموضوع بقت عادية خالص، مفيش أي مشاكل يعني. لكن عشان تحصل التعادل في ماتش فيوتشر، فيمكن دوت اللي سبب بعض القلق بالنسبة للجماهير. لكن أنا شايف إن الأمور بالنسبة لكولر يعني أمور مستقرة الحمد لله يعني. طيب ما ينفعش يكون معانا وحوش افريقيا وما نتكلمش عن حراسه المرمى في النادي الاهلي ونتكلم عن مستوى محمد الشناوي الفتره الحاليه؟ يمكن في ناس كتير برضو بتوجه له بعض الانتقادات، ويمكن سمعنا كمان الفتره الاخيره دي او يمكن من يوم او يومين قعد معاه مارسيل كولر في حضور كمان ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى، وكان في بينهم جلسه بيتكلم فيها مارسيل كولر مع الشناوي ان هو محتاج ان هو يركز اكتر الفتره اللي جايه دي. في نفس الوقت برضو بنسمع زي ما بنسمع كل فتره اصوات بتنادي بوجود حارس مرمى اخر او ان التعاقد مع حارس مرمى اخر في الانتقالات القادمه، حضرتك شايف ده ازاي؟ يعني اولا انت بتقول ان حصلت قعده بين كولر وميشيل يانكن واحمد ومحمد الشناوي يعني، وبتقول ان هو طلبه بالتركيز. انت كنت موجوده في القعده دي؟ لا بس انا بتجيلي الاخبار من مصادر. لا بصي، طبعا القعده ديت انا على ما اعتقد انها كانت قعده مهمه بالنسبه لمحمد الشناوي كقائد للفريق، لان ممكن تكون في بعض الامور في الفرقه مش مظبوطه، فالراجل بينبهه ليها او بيطلب منه ان هو يتدخل في الامور دي يعني. الانتقادات اللي بتوجه لمحمد الشناوي يمكن انا اتكلمت فيها قبل كده، ما ينفعش ان انا احاسب حارس المرمى بالقطعه، بمعنى كل حراس المرمى في العالم بيخطئوا، لكن هل رصيد محمد الشناوي مع النادي الاهلي يشفع له في الكلام ده ولا ما يشفعلوش؟ يعني الموسم اللي فات لو بتتابع المباريات الاوروبيه، اليسون مع ليفربول عمل كوارث الموسم اللي فات، وهو ما زال برضه الحارس الاول بالنسبه صحيح لليفربول يعني، صحيح. هو الحارس الاول بالنسبه للبرازيل. فانا لا، انا شايف انه ممكن يكون في تقصير او عدم تركيز بالنسبه لمحمد الشناوي، لكن مش معنى كده ان احنا اذبحه او اهاجمه او اقول ان هو لا يصلح او اطلب ان يجي حارس مرمى ثاني. طب تقدر تقول لي مين حارس المرمى اللي يصلح للنادي الاهلي في الدوري المصري دلوقتي؟ صحيح، عند حضرتك حق فعلا، وانا شايفه ان هو فعلا طبيعي ان اي حارس مرمى بيكون عنده ابس اند داونز، بيكون عنده فترات بيكون مستواه عالي جدا وظاهر جدا وطبيعي جدا زيه زي اي لاعب في اي مركز تاني، مستواه بينزل وبيطلع، التركيز بيفقده احيانا وبيرجع مره تانيه، ففعلا حضرتك عندك حق. طيب اخيرا بقى رساله لاكرم توفيق بعد ما تعرض لقطع جزئي في رباط صليبي للمره الثانيه ليه؟ يمكن احنا كنا كلنا بنتكلم الفتره اللي فاتت دي قد ايه اكرم توفيق قدر ان هو يتعافى سريعا وقدر ان هو يرجع سريعا الملاعب وكانه ما حصلوش اي حاجه وكانه ما عداش بفتره طويله جدا وهو بيتاهل، لكن طبعا للاسف يعني وده قدر في الاخر طبعا اتعرض امبارح لقطع جزئي في الرباط الصليبي، يعني توجه له رساله عامله ازاي؟ بص، يعني الكلام اللي انت قلتيه ده حلو قوي. يمكن الكلام اللي انت قلتيه ده هو اللي خلى حصل نوع من الحسد بالنسبه لاكرم توفيق يعني. لمعلوماتك حسد. انا صدمت. حضرتك بتؤمن جدا بالحسد؟ ده الحسد موجود في القران طبعا والسحر موجود في القران، طبعا. ده يعني ده في قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، يعني ده موجود في القران الحسد. صحيح. انا لمعلوماتي والله العظيم ثلاثة، اقسم بالله ان انا صدمت لما عرفت امبارح بالموضوع دوت. خبر انا محزن. بقول له يا طبعا بقول له يا اكرم، يمكن انا اول واحد اتكلم بيك بعد الوقت من الاصابه يعني. صيدني المؤمن مبتلى وده بلاء من ربنا، وان شاء الله ربنا يكرمك وترجع احسن من الاول باذن الله،
ويعافيك يا اكرم ان شاء الله. كابتن اكرامي شحات وحش افريقيا، اكيد نورتنا كالعاده هنا في اخبار اون تايم. بشكر حضرتك جدا على وقتك وعلى وجودك معانا النهارده، وبتمنى لك ان شاء الله يوم سعيد. سبيل رب.